السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلابي طلاب الصف الأول الثانوي؟ النهاردة بنكمل درس الحضارة والتاريخ الجزء الثاني، ونشوف مع بعض الأسئلة الغير مباشرة اللي بتيجي في الامتحان. ويلا نبدأ على طول. وأول سؤال عندنا: يتشابه مفهوم الحضارة عند ويل ديورانت مع مفهوم التاريخ في الجانب الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا الإداري؟ ولو احنا ركزنا في مفهوم الحضارة، هنلاقي ان تعريف الحضارة هو نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة في انتاجه الثقافي، والتاريخ هو علم يتناول النشاط الانساني في كافة الازمنة. يبقى العلاقة اللي ما بينهم او التشابه ما بينهم ان هما الاتنين بيتكلموا عن الانسان وعلاقاته، يبقى هنا نظام اجتماعي، يبقى ده جانب اجتماعي. رقم 2، تتضح الغاية وكلمة الغاية عن الهدف من دراسة تاريخ الامم السابقة في فهم الاحداث القديمة ولا التنبؤ بالأحداث المستقبلية ولا الهروب من الأحداث الجارية؟ أنا سمعكم بتقولوا الهدف من دراسة التاريخ هو التنبؤ بالأحداث المستقبلية، لأن التاريخ بيترتب عليه 3 حاجات: معرفة الماضي، وإحنا عرفنا الماضي مش بنفهمه خلاص، مش هنفهم الأحداث، إحنا عرفنا الماضي بس بنفهم الحاضر، بنفهم الحاضر اللي بيترتب على الماضي، وبنتنبأ طبعا بالمستقبل، وده من دراسة التاريخ. وعندنا رقم 22، تسعى دراسة التاريخ إلى تحقيق الوحدة والتضامن من خلال الابتعاد عن التعصب ولا إبراز القدوة الصالحة ولا تنمية الشعور بالمسؤولية ولا استخلاص العبر من الأمم. طبعا الوحدة والتضامن اللي علمها لنا نهر النيل، كل ده بيخلينا نحس بالابتعاد عن التعصب، لأن العالم لم يقم على حضارة واحدة. رقم 23، يدل وجود المنظمات المجتمع المدني على استفادة الإنسان. طبعا منظمات المجتمع المدني وهي هدفها تنمية الشعور بالمسؤولية. رقم 24، نستفيد من دراسة تاريخ أوروبا في العصور الوسطى في حل مشكلات المجتمع ولا إبراز القدوة الصالحة ولا الابتعاد عن التعصب ولا التحرر من الخوف. طبعا تاريخ أوروبا اللي هيدرسه في العصور الوسطى، وافتكر العصور الوسطى اللي احنا عندنا سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وكمان نظام الإقطاع، كل ده لما نستفيد من دراسة تاريخ أوروبا هنعمل حاجة اسمها الابتعاد عن التعصب. ركز ويل ديورانت على مفهوم الحضارة في التقدم في الجوانب المادية، التقدم في العمران، ولا الدين وتأثيره في حياة الشعوب، ولا التقدم في الجوانب الاقتصادية. لو ركزنا ان مفهوم ويل ديورانت بيقول اذا تحرر الانسان من خوفه تظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء، واقصد بالابداع ان هو يعمل فن، والعمران اللي هو طبعا المباني وهو ده اسمه الانشاء. يبقى عندك الابداع والانشاء، خلاص وضحت قوي، يبقى التقدم في العمران والفن. السؤال اللي بعده، بدأت الحضارة مع معرفة الانسان. اكيد الانسان بدأ يستقر لما عرف الزراعة والاستقرار. السؤال اللي بعده، يتمثل غاية الحضارات الانسانية في الحفاظ على هوية الثقافية، توفير احتياجات الانسان، الاصلاح والاستمرار، ولا استغلال الموارد البيئية؟ لو احنا بصينا ان الهدف من الحضارات هو تعمير الكون، طب يا مستر تعمير الكون مش موجودة، بس موجودة الاصلاح والاستمرار. السؤال اللي بعده، العصور التاريخية التي اصطبغت بالصبغة الدينية، واحنا اتكلمنا الكنيسة الكاثوليكية وكلمنا انتشار المسيحية في العصور الوسطى. يوضح اهتمام المصريين المعاصرين بالاثار، اي اهتمام بالاثار اكيد ده يحسسك بالشعور بالمسؤولية والحرص على مكاسب المجتمع. استطاعت الدولة الاموية فتح بلاد الاندلس، اي دولة اسلامية ظهرت وانتشرت الفتوحات الاسلامية مع العصور الوسطى. كان العنصر المحرك للاحداث في العصور الحديثة قيام الثورة الصناعية ولا ظهور النهضة الاوروبية ولا حركة الاستعمار ولا الكشوف الجغرافية؟ تعال نرتب الاحداث كده واحدة واحدة. اول حاجة هم اهتموا بالعلم، والنهضة الاوروبية هي دي اول حاجة عشان يقدروا بعديها يشغلوا المصانع بتاعتهم وتقوم الثورة الصناعية، وبعدها يحتاجوا لمواد خام، ومن هنا تقوم حركة الاستعمار. وحركة الاستعمار هيترتب عليها طبعا الكشوف الجغرافية اللي هي طبعا اكتشاف الامريكتين واكتشاف استراليا، واي قارة طبعا تم اكتشافها او اي حاجة تم اكتشافها على طول تقول في العصور الحديثة. السؤال اللي نرجع له تاني بيقول العنصر المحرك للاحداث في العصور الحديثة، خلاص وضحت قوي، هي ظهور النهضة الاوروبية. الحملة الفرنسية على مصر 1798 من اهم ملامح، ركز معايا كده، حملة فرنسية عن احتلال، والاحتلال في العصور الحديثة، لان انت لو رجعت للعصور الحديثة هيقولك قيام حركة الاستعمار الاوروبي
والحملة الفرنسية هو بيحاولوا يستعمروا بلدنا ويحتلوها. يعود فتح القائد الأموي قتيبة بن مسلم، وأنا قلت أي حاجة تخص الفتوحات الإسلامية هتبقى العصور الوسطى. السؤال اللي بعده، اتسمت العصور التاريخية الحديثة. العصور التاريخية الحديثة بالنواحي، اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا دينية؟ وانت بتذاكر العصور التاريخية الحديثة هتلاقي ان بدأت بالنهضة الأوروبية بالتعليم، والتعليم وصلك لثورة صناعية، والثورة الصناعية اقتصادية، يبقى نواحي اقتصادية. تعود حركة الكشوف الجغرافية في العصور الحديثة لأسباب اقتصادية ولا اجتماعية ولا دينية ولا سياسية؟ لو ركزنا ان الكشوف الجغرافية كانت هدفها ان كل الدول الأوروبية تلاقي مكان جديد يلاقوا منه مادة خام كويسة يقدروا يشغلوا منها المصانع، يبقى أكيد اقتصادية. يعود بناء معبد الرمسيوم، ومعبد الرمسيوم ده كان بتاع رمسيس الثاني. إلى العصور، مش محتاجة أقول الإجابة، إحنا قلنا إن المعابد كانت في العصور القديمة. إزاي يا مستر؟ تعال أفكركم، لأن إحنا عندنا في العصور القديمة اكتشف الإنسان الزراعة والاستقرار وبناء المقابر والمعابد، يبقى أي معبد أي مقبرة هتبقى تبع العصور القديمة. تبدأ العصور التاريخية بمعرفة الإنسان، الكتابة ولا الزراعة ولا الصناعة؟ التدوين وهو معرفة التاريخ، يبقى أكيد بدأ بالكتابة. يرجع تفشي الأمراض الخطيرة في التاريخ المعاصر لبعض الاختراعات الحديثة ولا ثورة المعلومات ولا حركة الاستعمار؟ لو أنت مركز هتعرف إن الأمراض الخطيرة في التاريخ أكيد بسبب الاختراعات الحديثة. الحضارة بدأت في الشرق، تمام، ثم انتقلت إلى الغرب، ثم انتقلت مرة أخرى، كان ذلك في العصور، طبعا أنا سمعكم بتقولوا في الشرق ثم الغرب ثم انتقلت مرة أخرى، ده كان في العصور الإسلامية، يعني في العصور الوسطى. من أهم القيم التي يمكن اكتسابها من دراسة التاريخ هو التسامح ولا العدالة ولا الصدق ولا الموضوعية. هنلاقي إن أكبر قيمة ممكن تكتسبها من دراسة التاريخ التسامح، لأن احنا قلنا الابتعاد عن التعصب، لأن العالم لم يقم على حضارة واحدة ولا لغة واحدة ولا دين واحد. القاسم المشترك لقيام الحضارات في بلاد العالم كفاح الإنسان، وجود سواحل بحرية، المناخ. طبعا احنا هنستبعد المناخ، لأن المناخ مش هو ده العامل أو القاسم المشترك لقيام الحضارات، ولا وجود سواحل بحرية، ده كفاح الإنسان. لولا جهد الإنسان وتعبه ما كانش قامت الحضارات، سواء الحضارة المصرية القديمة أو حضارة بلاد العراق أو حضارة فينيقيا أو حضارة بلاد فارس. وانتظروا بقى الأسئلة إن شاء الله على درس الحضارة والتاريخ.